السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الشرق القطرية احتفظ بعضوية التنفيذ الدولي للتايكواندو الصليطي، تنظيم بطولة عالمية هدفنا في المرحلة القادمة. في الراية بعد الفوز على الأردن عناب السلة يلتقي الفلبين، محمد هوبش سعداء بالانتصار وكل مباراة تمثل بطولة لنا. في العرب العمادي سننافس لتحقيق أفضل النتائج بداية من الدوري. في الوطن راشد آل خليفة أنا خايف على الريان. عربيا غسان محمد علوان كتب في الجزيرة السعودية بعض من الوهم الآسيوي. في المدى العراقية الاتحاد العراقي يستبعد الانضمام إلى الملف الخليجي لتنظيم آسيا 2019. في السياسة الكويتية الفهد شبح إيقاف النشاط يتلاشى. في عمان أزمة الحكام تتصاعد واتحاد كرة القدم يطالب باجتماع طارئ. محمود معروف كتب في الجمهورية المصرية الأحد الدامي للكرة المصرية. في المصري اليوم صلاح حضرت لإسرائيل مع فريقي لمساعدته في الفوز. عالميا في ماركا الإسبانية الدون يقترب ليصبح أغلى لاعب في العالم وميسي ثالثا. في ليكيب الفرنسية ليوناردو إبرا وكافاني يشكلان أفضل هجوم في العالم. أهلا بكم من جديد كما تابعنا في العناوين مشاهدينا الكرام. مع النابي السلة يواصل عروضه المميزة ويهزم نظيره الأردني ب 75 نقطة مقابل 61 في أولى مبارياته بالدور الثاني لبطولة آسيا، في وقت تم استبعاد انضمام العراق إلى الملف الخليجي المشترك لتنظيم نهائيات كأس أمم آسيا 2019 إلى جانب البحرين والإمارات وسلطنة عمان. عموما لن نطيل في مقدمة اليوم، فالأخبار كثيرة والبداية محليا. محمد أحمد الصريطي رئيس اتحاد تايكوندو والجودو أكد في حديث لجريدة الشرق أن تنظيم بطولة عالمية هو الهدف أو هدف الاتحاد في المرحلة القادمة. الصريطي أكد أنه سيسعى من خلال تواجده في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو لمواصلة مسيرته كأب من أبناء قطر إلى جانب مسيرة تطوير اللعبة على المستوى الفني من خلال تنظيم العديد من البطولات والدورات التدريبية. حقق الاتحاد العديد من الإنجازات في الفترة الماضية على المستويات الخارجية والآسيوية، وكان آخرها فوز منتخبنا للتايكوندو بعدد كبير من الميداليات في البطولة الخليجية الأخيرة للعبة. ونحن نسعى إلى تطوير اللعبة من خلال الدعم اللامحدود من مسؤولي الرياضة القطرية واللجنة الأولمبية التي لا تتأخر عن مؤازرة اتحاداتنا في الألعاب المختلفة الفردية والجماعية. وهناك بالفعل استراتيجية وضعها مجلس إدارة الاتحاد تعتمد في الأساس على الجانب العلمي في كيفية تحقيق الأهداف التي نرنو إليها. منتخباتنا في التايكواندو والجو على المستوى القريب والبعيد والتي تسعى في نشر اللعبتين في الأندية. وأعتقد أن هاتين الرياضتين لا تواجهان أي مشاكل خاصة بعد نجاحهما في جلب عدد كبير من اللاعبين واللاعبات لممارستها. ويستعد الاتحاد حاليا لتنظيم البطولة الخليجية للجودو التي تستضيفها الدوحة في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أن منتخبنا للبومزة يكثف من استعداده لبطولة العالم التي تجري منافساتها في نفس الشهر أيضا.
النابي السلة يواصل عروضه المميزة ويهزم نظيره الأردني في أولى مبارياته في الدور الثاني لبطولة آسيا لكرة السلة. سيخوض منتخب قطر مباراة مهمة وصعبة اليوم في مواجهة الفلبين صاحبة الأرض والجمهور بحثا عن مواصلة مشواره الناجح في البطولة. محمد علي هوبش رئيس بعثة العنابي أشاد بأداء اللاعبين متمنيا أن يواصلوا نفس الأداء القوي في لقاء اليوم. تخطينا منافسا قويا وسعداء بهذا الانتصار الذي وضع من خلاله منتخبنا قدما صوب الوصول إلى دور الثمانية في البطولة، وهو الهدف الذي نسعى له في الوقت الحالي. المباراة لم تكن سهلة، وصحيح أن منتخبنا حقق الفوز بفارق 14 نقطة، إلا أن هذا جاء بفضل الالتزام من جانب اللاعبين والتكتيك الجيد الذي لعب به المدرب، بالإضافة إلى تنفيذ اللاعبين للواجبات المطلوبة منهم. نعود إلى الدوحة. الدكتور أحمد العمادي أمين سر العام بالنادي العربي أبدى تفاؤله بمستقبل فريق الأحلام في الموسم الجديد للدوري. العمادي في حوار مع جريدة العرب أكد أن الفريق سيكون مختلفا عن الموسم الماضي في ظل الدعم الكبير الذي حظي به بضمه لاعبين مميزين. الفريق أعطى مؤشرات إيجابية في التحضيرات الأولى التي خاضها بملاعب النادي، وصفوف الفريق بدت مكتملة مع وصول جميع اللاعبين، وهناك انسجام واضح بين اللاعبين والمدرب الذي يعرف جيدا الفريق وسبق له أن دربه. مباريات كأس الشيخ جاسم التنشيطية كانت محطة إعدادية مهمة للفريق في مواصلة التحضيرات للموسم الجديد، ونعول كثيرا على المعسكر الخارجي لمواصلة الرفع في جاهزية اللاعبين حتى نكون في أفضل صورة ممكنة مع انطلاق الدوري العام. بعد استقالة علي النعيمي نائب رئيس نادي الريان وتفكير علي سالم عفيفة أمين السر ورئيس جهاز الكرة بالاستقالة أيضا، راشد الخليفة أمين السر العام السابق والمشرف العام على كرة السلة أبدى تخوفه على الريان بسبب الاستقالات. الخليفة أكد أنه لو اعتذر عفيفة بعد استقالة نائب الرئيس سيحدث فراغ إداري في النادي، وكأنه يوجه رسالة لعفيفة بالتراجع عن تفكيره في تقديم الاستقالة.